هل يتعنى المسلم مشقة؟ لحديث أجرك على قدر مشقتك. طيب أرأيت الآن لو كان الماء حارا يشق عليك، هل الأفضل توضأ بالماء الحار ولا بالماء الساخن المناسب؟ أين أفضل؟ أين أشق؟ أين أشق؟ الحار؟ متأكد؟ إيه متأكد؟ ولا ما نقول استعمل الحار أفضل؟ عليه جنابة في ليالي شاتية، هل الأرفق بها أن يسخن الماء ويغتسل أو أن يغتسل بالماء البارد؟ أسهل. وين أفضل؟ ها؟ أين أفضل؟ أجب الآن. الحديث يقول إذا تعبت في العمرة، ما قال اتعبي فيها، يعني إذا تعبت في العمرة وزاد عليه العمل فالأجر على قدر العمل وعلى قدر التعب. يعني إنسان مثلا يروح للمسجد يصلي جماعة ويتعب بعض الشيء، وإنسان يذهب بسهولة، الأول يؤجر على مشقته. لكن لا نقول اطلب الإشقاق على نفسك، بل إن طلب الإشقاق على النفس من الأمور المذمومة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم كل الدهر وأن يقوم كل الليل لما فيه من المشقة. عرفت؟ واقرأ قول الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم. كمل هذه، حط الآية هذه عنها. أما أجرك على قدر صبرك، فالمعنى أنك إذا تعبت في نسكك فلك أجر على التعب. كإنسان مثل يطوف والمطاف واسع، وإنسان يطوف بمشقة، الثاني أكثر أجر للمشقة. لكن ما نقول انتظر حتى يوجد الزحام الشديد وطف، ما نقول هذا. نعم.